الايفنت بتاع البنات. فبعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، تعالى اما اقول لكم الايفنت ده مستهدفه. اولا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعني انا هقول وانتوا يعني ايه بتجمعوا براحتكم يعني، بس خلونا ايه نتكلم كده في البدايه. طبعا ما شاء الله عليا من بعد الفجر بعد الفجر صاحيه لحد دلوقتي، ما تبيش لا قيلوله ولا ليلوله. فخليني اديكم نبذه على موضوع الايفنت والبنات اللي سالوا الكلام ده. بصوا يا جماعه، احنا في مجتمع غربي مهما كان يعني، بنسمع الاذان والكلام ده، بس بناتنا بجد عايشين في تغريبه كبيره ما بين سن الاندر ايدج. طبعا انا هتكلم على شويه مواضيع هتزعل البنات الفتره الجايه، بس خليني اتناولها. اتكلم يعني مين قدواتهم؟ مفيش. ولو قلت اسماء القدوات انا مش عايزه احرق الكلام اللي انا هقوله الفتره الجايه، بس صعب جدا جدا 12 سنه 13 سنه 14 سنه بتتكلم في كلام زي ده ووصل للمرحله دي. طبعا يعنيني البنات، يوم لما اقول انا هشجع اعمل ايفنت تشجيع البنات على الحجاب، والبنات اللهم بارك اللي ختموا او اللي معاهم نصف القران او اللي معاهم ثلاث ارباع قران او ربع ياسين، حلو، او المهم السبعه ربع ياسين او السبعه من قدام، هنكرم كل دول. بناتنا ما يحسوش ان انت في غربه، ما يحسوش انا 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 لوحدي وبحجابي وبسمتي وانا في مكانه والناس ماشيه، مش عايزه اقول لكم ماشيه بايه، انا مش عايزه اقول الناس ماشيه بايه، ولا يا نسيت هي نسيت تمشي صراحه ولا لابسين ما اعرفش. فالموضوع صعب. فاحنا لما نعمل حاجه زي كده عشان بس ان انا اودي بنتي او انت بنتك تشوف في مجتمع، المجتمع اللي حوالينا ده في حد لابس الحجاب ولا لابس الشرشف ولا بتصلي، ولا في حد سمع اذان فبيقوم يصلي، ولا في حد بيقول القران اولا والقران منهج حياه. لسه عايشين طول ما احنا، معلش سامحوني انا طبعا بره، فامر طبيعي ان الصوت مش هيبقى واضح، وامر طبيعي ان انا مقربه على الشاشه والدنيا عظيمه، بس يلا يعني احنا زي والدتكم فاقبلوني على هذا. فاحنا عملنا الايفنت ده كرم فيه البنات، مش بس يعني الجاليه واحده ولا مصريين، لا 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 كل الجاليات ان شاء الله. وبفضل الله يعني جاب ترحيب كبير جدا، والناس في ناس يعني قالوا لا احنا نشارك، في ناس قالوا لا احنا عايزين نبقى ندعم معاكم. والدعم مش عايزه اقول لكم اصلا حجز الفندق كان عامل ازاي والدنيا ايه، لسه طبعا بنخوض في الموضوع دوت. يعني هو عمل خيري وعمل لله سبحانه وتعالى، فندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتمه على خير بالنيه الصالحه. فانا انا 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 عايزه الناس اللي هنا في اسطنبول، طبعا لما بنسمع لغه عربي هنا الواحد بيبقى ايه ده، في حد بيتكلم عربي هنا يا جماعه. انا عامله الموضوع ده في اسطنبول وجانا ناس، لا ده احنا عايزين تعالي لنا مردين. تقول والله اجي لكم مردين بحالها، وناس تقول لا تعالوا لنا انقره، طب احنا مش عارفه فين في ايطاليا. المهم يعني ان شاء الله نبقى نلف بيها المدن بعد كده. بس طبعا المستهدف ان احنا زي ما قلت لكم ان احنا نجمع بناتنا، وطبعا هيبقى في طبعا الحفل كله نسائي، نساء فقط، مفيش رجال وكله بنات. وهيبقى فيه فريق انشاد ان شاء الله يغني بقى حاجات عن الحجاب وعن القران وكده، سمت نظيف شويه وسمت حلو، احنا يعني على الاقل نبقى حاسين بامان ونبقى شبه بعض. ماشي افرحوا براحتكم، بس يعني خلينا اكمل الفكره. والنقطه الثانيه ان انا محتاجه ان احنا فعلا يعني نحرص اللي عنده مقدره ان هو يعمل حاجه زي كده في اي مكان، كتروا كتروا كتروا، خلوا البنات تشوف. طول ما في حرب على الهويه، بس على الهويه، عايز تهد امه وتهد حضاره مكان وتهد امه بجد، غيب القدوات، وده حاصل وانا هتكلم فيه. بعد ما تغيب القدوات، شوف المصيبه، بهدل التعليم، ورقم ثلاثه المراه. فالمراه مستهدف، والمراه دي ايه غير هي بنتي اللي لسه صغيره واللي طالعه واللي لسه كذا، بتطلع على مفاهيم ابعد ما يكون ابعد ما يكون عن الهويه. لا احنا تعالوا نتمسك بالهويه، وتعالوا نتمسك بحالنا، وتعالوا نتمسك بـ بـ يعني بسمتنا وقراننا وحجابنا، ونفتخر بيه ونقول فعلا حجابنا ده نور وعباده. عباده الناس بتعمل بره الامور، ادي مباحات، ادي مش عارفه، كله مباح انت حاطاه ونازله بيه، ده عباده. انت نازله الناس رايحه جايه وراحه، ماشي وحش كافيه، احنا في كافيه اوكي تمام مباح،
انت عباده، انت طالما نازله بيه فانت في عباده، وده اللي المفروض البنات يعرفوه. والمفروض ان احنا ما يعني معلش يعني ما نبقاش حتى التغريب الفكري لا، وتبقى بنتي وبنتك واختي واختك وكل النساء اللي تشوفنا افرحي، افرحي بتاعتك لربنا، افرحي لان ده فرض من الله سبحانه وتعالى ولا ينجيكي منه. تمسكتي بالقران يا دلال. انا عايزه اقول لكم هنا موقف للاتراك، لما يشوفونا بنقرا قران بيبكوا، وتيجي جنبك كده وتقول لك اسمع ده انا بقعد في الصفحه، مش صفحه ده هم لو جابوا ثلاث ايات يقعدوا فيها اكتر من ساعتين ثلاثه، ثلاث ايات. شوفي انت بقى بتعملي الامر ده وانت ما شاء الله بتقراي وجنبك بيبكوا ساعه ما بيسمعوا الامر، وانت ضيعين لا قراءه ولا حفظ ولا ورد ولا الكلام. ان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعله حدث مبارك ويرزقنا الصدق والاخلاص فيه. تابعونا يا جماعه، والناس اللي هنا ادعو كل الناس اللي موجوده تعالوا شاركوا. احنا بنات بيتكرموا مش بندفعهم حاجه ولا الكلام ده، مجرد الناس اللي بتيجي بس عشان تحضر، لان طبعا ده حجز مكان فبيبقى على قيمه الحجز، يعني نحاول نخفض لكم قدر المستطاع، والامر لا عايد علينا منه مليم، بل بالعكس احنا دافعين من جيوبنا، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا ومن كل المشاركين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. منى شكرا شكرا. شيماء جزاك الله خيرا. اميره بن فاضل الله يحبك الله يا اميره، ربنا يبارك فيك يا رب. ام رواد طب واللي في المنصور يا حبايبي تعالوا اركبوا، تعالوا اسطنبول. انا عايزه اقول لكم ان السياحه في اسطنبول ارخص من السياحه جوه عندهم، يعني معدل اللي تعوز طبعا اللي يعرف يطلع. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويجمعنا في الدنيا والاخره. تعالوا يا حبايبي يس بس كده، تعالوا روحوا نحضروا الايفنت ونهيز بقى ونقعد تحت في بعض امتى اشوف الناس الصالحه. ربنا يجمعنا واياكم على خير ان شاء الله. القاكم كل مره كده هبقى اعمل لكم لايف على المستجدات في موضوع الايفنت باذن الله، وانتظر الناس اللي موجوده ان شاء الله اشوفكم في الايفنت عن قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.